have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. مكاسب عضوية مصر في البريكس هيكون هو عنوان حديثنا مع حضراتكم. وطبعا تابعنا امبارح تسمين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلان تجمع البريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير القادم 2024. قال سيادة الرئيس السيسي في بيان: بنعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا معها جميعا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة القادمة وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بينها والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.